السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن الباور ابس فاليديشن، ازاي اعمل فاليديت للباور ابس واتاكد ان اليوزر بيدخل بيانات صحيحه او البيانات المطلوبه منه، سواء في الاون سبميت او بيفور سبميت، زي الريكويرد فيلد فاليديشن او النمبر فاليديشن او الديت او الايميل او الفون او الباسورد واي ماتشنج باترن وهكذا. هنتعامل في الاب مع شير بوينت ليست خاصة بالموظفين، فيها اسم الموظف والرقم والايميل والفون والموبايل وتاريخ التحاقه بالشركة والباسورد واليوزر نيم. نيجي هنا للاب، عندنا عندي كانفاس اب هنزل فيها فورم من نوع ايديت. ابتدي اعمل كونكت على الشير بوينت ليست، هدور على الشير بوينت كونكشن، شير بوينت كونكت. هنا بيقول لي دخل اسم السايت، دخل اسم الشير بوينت سايت، انا عندي اوريدي موجود بس هبدا من الاول. هاجي هنا عند الشير بوينت واخد البيس سايت لحد الباور ابس واعمل له بيست هنا في السايت يو ار ال، هيعمل لي لسته بكل الشير بوينت ليست واختار الليست بتاعتي الامبلوي، واجي على الفورمه بتاعتي واساين الداتا سورس لها. هيبتدي يجيب لي الفيلدز اللي موجوده في الفورم بتاعتي. تمام، هظبط شكل الاب بس احط لها هيدر للباور ابس فاليديشن. هنتعرف النهارده ايه الفرق بين ان نعمل باور ابس فاليديشن اون سبميت والباور ابس فاليديشن بيفور سبميت. لو هاجي هنا على الفيلد ده اللي هو التايتل هو اسم الموظف، انا هغير بس الديسبلاي نيم بتاعه واخليه الامبلوي نيم. هاجي هنا على الفيلد بتاع التايتل، عشان اشتغل عليه لازم اعمل انلوك تو تشينج البروبرتي، وهغير الديسبلاي نيم من التايتل اخليه الامبلوي نيم. انا عاوز اني لو جيت هنا مسكت الكارد بتاع الامبلوي نيم هلاقي في بروبرتي اسمها ريكوايرد، لازم اتاكد ان هي ترو، هي باي ديفولت ريكوايرد عشان الشير بوينت معمول فيها ريكوايرد. هنزل ايكون بس احط فيها سبميت للفورم، وهاجي عند الاون سيلكت بتاع الايكون واقول له سبميت فورم واختار فورم 2. ران الاب دلوقتي. لو انا جيت كتبت هنا في الامبلوي نيم او ان انا مسحت، هو لسه لحد دلوقتي مش حاسس، لكن هيحس اول ما اجي اضغط على حفظ للفورم. ده الباور ابس فاليديشن اون سبميت، بس ده بالنسبه لي متاخر. احسن حاجه في اليوزر اكسبيرينس، لاني لو الفورم قدامي كبيره وفي ايرورز كتير عملها اليوزر والفيلدز كتير، فده هياخر عمليه السبميشن. فانا عاوز اخلي كل ما اليوزر يتنقل من فيلد لفيلد يظهر له الايرور بتاعه، وده اللي هنسميه الباور ابس فاليديشن بيفور سبميت. طيب انفذ ده ازاي؟ همسك التكست بوكس بتاع الامبلوي نيم، هو ريكوايرد مش عايز اليوزر يخليه فاضي. هنزل ايكون بس يبين اليوزر ان هو سواء كمل صح او كمل غلط. هنزل ايكون تشيك. هاجي انا محتاج اعمل كونديشن اتست بيه اليوزر سواء كتب هنا في التكست فيلد او ما كتبش. هقول له اف نوت از بلانك، اسم التكست بوكس ده داتا كارد فاليو 1.txt. لو الشرط ده اتحقق وما كانش فاضي هقول له الايكون دوت تشيك، خلي لي الايكون دي دوت تشيك. لو الكلام ده غلط هقول له الايكون دوت كانسل. لو جيت رنيت الاب دلوقتي هو فاضي، ظاهر لي الامبلوي نيم از ريكوايرد. لو كتبت هيتحول الايكون بتاعتي لتشيك. طيب انا عايز اغير بس لونها، خلي التشيك تبقى خضراء والكانسل تبقى احمر. هاجي هنا في البروبرتي بتاع الكلر للايكون وهقول له اف سيلف دوت ايكون ايكوال ايكون دوت تشيك. لو هي عندي تشيك خلي الكلر بتاعي جرين، كوما في الالس هحط له ريد. لو هي مش تشيك هيخلي الكلر بتاع الايكون ريد. لو جيت رنيت الاب هنا عندي، لو التكست بوكس عندي فاضي هيقول الامبلوي نيم از ريكوايرد، وهيخلي لون الايكون حمراء ويحولها للكنسل. طيب الامبلوي اي دي هغير الفورمات بتاعه ان هو ما يقبلش الا نمبر علشان اتعامل مع اي كارد. اتفقنا ان احنا لازم بنعمل انلوك للكارد الاول. هاجي في الفورمات بتاع التكست بوكس ده واخليه نمبر. هو هنا جاي نمبر علشان جاي من الشير فورم، جاي من الشير بوينت، لكن لو انت مكاري بايدك الكنترولز فمحتاج تغير الفورمات هنا من نمبر من تكست لنمبر.
هلاقي ان الامبلوي اي دي هنا مش بيقبل اي تكست، لازم نمبر يدخل فيه. طيب بالنسبه للايدج هنزل ايكون، انا عايزه اتشيك ان الايدج دوت يكون اكبر من او يساوي 21، لازم الموظف اللي داخل يكون السن بتاعه اكبر من 21 سنه. هنزل الايكون عادي، وفي الايكون بروبرتي هقول له اف اسم التكست بوكس بتاع الايدج الداتا كارد فاليو 3 دوت تكست، لو القيمة اللي موجودة في التكست بوكس ده اكبر من or equal 21، لو اكبر من 21. هنا لو نلاحظ في ايرور هنا ان الداتا كارد ديت فيها تكست بوكس وانا بقارنها بنمبر، فلازم اعمل كاستنج، اكتب الاول فاليو الفانكشن فاليو، والفاليو اوف الداتا كارد دوت التكست اكبر من او يساوي ال 21. لو كان كده هعمل ايكون دوت تشيك، لو الكونديشن ما اتحققش هخليها ايكون دوت كانسي. كولر بروبرتي هتشيك على الايكون وحدد الكولر بتاعها نفس الفورمولا اللي استخدمتها في الفيلدز اللي فاتت. زي ما احنا شايفين الامبلويين هنا فاضي، فقال لي ريكوايرد لازم ادخل فيه حاجه، وهنا الايج لو دخلت رقم اقل من 21 هتفضل الايكون. طيب نيجي هنا للفيلد بتاع الايميل، هنعمل له فاليديشن في الباور ابس فاليديشن، بعمل ماتشنج للتكست بوكس مع الماتش دوت ايميل، دي باترن جاهزه بتستخدمها الباور ابس اللي هي اكزامبل ات اكزامبل دوت اي حاجه. وهاجي انسرت الايكون زي ما بعمل كل مره، وفي الايكون بروبرتي عندي هقول له التكست بوكس بتاع الايميل دوت اسمه داتا كارد فاليو 4، فهاجي هقول له هستخدم هنا الفانكشن از ماتش وهي تبقى الصديقه بتاعتنا في الفاليديشن للباور ابس. هاجي على التكست بوكس بتاع الايميل واقول له اف از ماتش داتا كارد فاليو 4 دوت تكست، واعمل له ماتش دوت ايميل. لو اتطبق الكونديشن ده صح هقول له ايكون دوت تشيك، لو ما اتطبقش صح هقول له الايكون دوت كانسل. وفي الكولر بروبرتي هاخد نفس الفورمولا اللي بعملها هي نفسها كوبي وبيست. هاجي هنا رن الاب، لو كتبت hiba@gforworks.com كده الايميل توفى الشروط بتاعته، فهيكون العلامة هتتحول لعلامة صح. لكن لو جيت مثلا غيرت في الماتش في الباترن بتاعته، مثلا شلت الات هنا، هيديني ان الايميل كده غلط. طيب انا محتاجة هنا احط الايرور مسج، هاجي هنا هلاقي في ليبل اسمه الايرور مسج عندي لكل كارد عندي، هقول له في التكست بتاعه ان الايميل لازم يكون example@example.example، او اديله اي سامبل للايميل بتاعي. وهاجي في الفيزيبل هقول له ما تظهرش الا لو الايكون بتاعتك الا لو الايكون عندي اللي هي ايكون 5.ايكون ايكوال ايكون دوت كانسل. نران الاب، لو نلاحظ لو انا غيرت في الايميل وكتبته صح مش هتظهر الايرور مسج، لو كتبتها غلط هتظهر الايرور مسج عندي. نيجي هنا للفيلد بتاع الفون، انا عايز الفون دوت هيبقى بشكل معين او باترن معين، هنزل الايكون واخلي الكلر بروبرتي بتاعتها زي ما احنا عملنا في الفيلدز التانية. وهاجي في الايكون بروبرتي انا عايزاه يبقى بالشكل ده، تلات ارقام وبعدين داش وبعدين تلات ارقام وبعدين داش وبعدين اربع ارقام، او على حسب الباترن اللي انت عايز تعملها. هقول له if is match وقارن اللي مكتوب في التكست بوكس بتاع الفون اللي هي data card value data card اللي هي data card value 5، هقارنها بماتش دوت. هنماتشها مع ايه؟ هنماتشها الماتشنج بتاع الماتشنج باترن بتاعي، هقول له ماتش دوت ديجيت و اند الماتش دوت ديجيت اند الماتش دوت ديجيت، ده كده التلات ارقام الاولانيين، وبعدين اعمل له اند علامه الداش بتاعتي، وارجع اعمل تاني اند للماتش دوت ديجيت ثلاث مرات للثلاث ارقام التانيين، وبعدين علامه الداش بتاعتي، وبعدين ماتش دوت ديجيت اربع مرات للاربع ارقام التانيين. وطبعا بتغير الباترن دي على حسب الباترن اللي انت عايز تطبقها على الفون بتاعك. لو هتبدا بقوس مثلا في الثلاث ارقام الاولين بتكتب
القوس، علامة القوس، وتعمل لها اند مع الديجيتس. طبعا الايكون دوت تشيك والايكون دوت كانسل، ادي كده تمام. كومنت لو مش عايز تحط الايرور مسج عندك في ليبل، في الايرور مسج في ليبل، وعايز تحطها في التول تيب بس بتاع الايكون، هاجي هنا في التول تيب بتاع الايكون وهحط الكونديشن بتاعه. بدل ما اقول له لو الكونديشن اتحقق خليه فاضي، لو الكونديشن ما اتحققش هقول له الكوريكت فورمات للفون بتاعك، الباترن بتاعي، او ممكن كمان اتشيك على الايكون. طيب نيجي على الموبايل نمبر. الموبايل انا عايزاه يقبل فقط 10 ارقام للموبايل. هنزل الايكون بتاعتي، وفي الايكون بروبرتي لها هقول له if is match data card value 6، اسم الكارد بتاع الموبايل، دوت تكست، واقول له هماتش مع ايه الباترن بتاع الديجيت اند ديجيت لحد 10 مرات. كده كتبت له ان هو هياخد 10 ارقام. لو الكونديشن ده اتحقق هقول له الايكون دوت تشيك، لو ما اتحققش خليه الايكون دوت كانسل. وبرده هاجي اغير الكالر بتاعها، اف سيلف دوت ايكون ايكوال ايكون دوت تشيك، خليه للكالر بجرين، لو غير كده خليه للكالر بريد. نيجي نعمل ران للاب، نكتب 10 ارقام مثلا، نكتب ارقام في الموبايل. طول ما انا بكتب ارقام في الموبايل ما دام ما وصلتش لسه لحد العدد اللي انا محدده له فهو ما عملش علامه الصح، لكن اول ما كتبت 10 ارقام عمل علامه الصح. لو كتبت مثلا هنا تكست فعمل لي علامه الغلط، هو مش بيقبل تكست، فممكن امنع اليوزر اصلا ان هو يكتب تكست بوكس هنا. فهاجي زي ما تعودنا في الفورمات اغيره من تكست لنمبر. هعمل فاليديشن للديت، هنزل الايكون بتاعتي بنفس النظام. انا عايزه لو كان الديت مش يوم اجازة، ولنفترض ان احنا بادئين الاسبوع بتاعنا من يوم الماندي كالستاندرد كاليندر، واقول له لازم يكون كمان الدي اللي مدخله ده دي في الفيوتشر اللي هو بعد اليوم اللي انا بدخل فيه الريكورد بتاع الموظف. هاجي هنا على الايكون بروبرتي هقول له اف الديتا كارد هنا بتاع الديتا كارد هنا بتاع الديت اسمه اف اللي هو ديتا كارد فاليو 7. هستخدم فانكشن اسمها ويك داي عشان اتست الدي اللي مدخله اليوزر. هقول له ويك داي اوف ديتا كالندر 7 دوت سيلكتد داي، واقول له ان الستارت اوف الويك عندي دوت ماندي، كده بيبدا بالماندي. لو كان الدي اللي مختاره بقى اقل من اور ايكوال 5 يعني يوم مش اجازه، اند الديتا كارد فاليو الديتا كارد فاليو 7 دوت سيلكتد ديت اكبر من توداي يعني اكبر من اليوم اللي احنا واقفين فيه النهارده، يبقى كده الشرط اتحقق، خلي لي الايكون دوت تشيك، ولو الشرط ما اتحققش خلي لي الايكون دوت كانسل. هاخد بس الكالر بروبرتي واحطها في الكالر بروبرتي بتاع الايكون اللي هنا هستخدمها مع الديت. هعمل رن للاب، لو جه هنا اليوزر اختار دي مش اجازه مثلا واكبر من اليوم اللي انا موجود فيه تمام عمل لي صح، ولو اخترت يوم اقل هيعمل لي غلط. وطبعا انت بقى تحدد الايرور بتاعك عايز تظهره في التول تيب بتاع الايكون او عايز تظهره في الليبل زي ما عملنا في الفور زي ما عملنا في الفول نيم. الموقع دوت حلو قوي، في ان انت تقدر تسيرش على اي باترن انت عاوزها ويديك الريجولار اكسبريشن بتاعها، وناس عاملينها باكتر من طريقه فتقدر تتست الموضوع في السايت ده. انا معايا هنا ريجولار اكسبريشن للباسورد ان هو بيقبل سبيشال كاركتر وبيقبل الفابت ولازم يكون في ارقام. هاجي هنا هنزل الايقونه بتاعتي وهقول له اف اس ماتش الداتا كارد فاليو بتاع الباسورد اللي هي داتا كارد فاليو 9 دوت تكست، لو ده بيماتش مع الريجولار اكسبريشن اللي معايا ده. لو الكلام ده صح هقول له ايكون دوت تشيك، لو الكلام ده غلط هقول له الايكون دوت كانسل. هنا في ايرور نسيت القوس بتاع الفانكشن بتاع الايز ماتش، هحطه هنا بس قبل الايكون دوت تشيك. وهران للاب وهكتب الباسورد بتاعي واحط فيه الارقام في ابل، احط فيه السبيشال كاركتر ابل. لو جيت هنا
لو جيت مثلا شلت كتبت باترن تاني للباسورد، حاطط بس الحروف وسبيشال كاركتر، فلاقيه ان هو بيقولي غلط، لاني انا محدده له ان هو لازم يكون على الاقل فيه ارقام. كده عملنا فاليديشن لاكتر من فيلد في الباور ابس. طبعا ما ننساش ان احنا ما نظهرش اصلا البطن بتاع السبميت الا بعد ما نتشيك على كل الايكونز ان هي ايكون تو تشيك، بحيث ان نتاكد ان اليوزر كتب كل البيانات بتاعتنا صح. لو عندك اي سؤال ممكن تساله على الكيو اند اي بلاتفورم بتاعنا debug.to او تسيبه لي في الكومنتس تحت في القناه.